الجيش العربي السوري هو سياج الوطن، وأبناؤه هم دروع للمجتمع السوري لحمايته من غدر الإرهاب الذي يستهدف الشارع والحي والأسرة والمواطن. ليش عم بتقولوا ليش؟ ما حمنا إلا الجيش. مجموعة من الشباب التطوعي زارت إحدى قطاعات جيشنا الباسل للتعبير عن الحب والتقدير والانتماء لهذا الجيش الذي يخوض معركة الشرف والكرامة. نحن جايين لهون ونحن ممنونين لكم ممثلين عن الشعب السوري، لنقدر نقلكم أنه فعلا أثبتتم أنه أنتوا جيش عقائدي، جيش صاحب مبدأ. إن مشاركة كافة الأخوة الموجودين هون من القطاع المدني ومن المجموعات الشبابية رفعت الحالة المعنوية للعسكريين الموجودين، وأنت تشاهد ذلك على أرض الواقع، وهذا إذا دل على شيء يدل على تلاحم الشعب مع الجيش. طبعا هاي لفتة كتير حلوة من الشباب دمشق التطوعي لرفع معنويات المقاتلين الموجودين اللي عم يسهروا كل الليل ويدافعوا عن أرض الوطن. تحس حالك كتير 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 فخور. قد ما أقول لك وقول أكتر، الله يحميهم، الله ينصرهم، الله يرجعهم لأهلهم سالمين. لولاهم نحن ما كنا بنقدر نكون هون، لولاهم ما فينا نتحرك بالشوارع، لولاهم ما كنا بنقدر نعيش. يعني الله يحميهم ويخليهم فوق رأسنا عن جد. هن كتير معنوياتهم كتير 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 عالية، يعني هن عم بيعطوا عم يرفعوا لنا معنوياتنا كتير على شكلهم كتير رائع جدا، فرحانين مبسوطين إنه الشيء عم يعملوا. أول شيء نحن كلياتنا شباب وصبايا جايين لنقول للجيش نحن كلياتنا معكم، وإن شاء الله كل عام وهن بألف خير. هن عز وفخر للوطن، ونحن كلياتنا كل شخص فينا، كل شب وكل صبية هو بحد ذاته جيش، ويعني نحن رواحنا وعملنا في ده الوطن. قافلة شباب دمشق التطوعي التي تضم ناشطين وإعلاميين وصلت إلى أحد حواجز الجيش في ريف دمشق، فتوقفت لتقدم لهم أيضاً بعض الهدايا الرمزية. أنا بدي أقول لشعبنا السوري أنه كلياتنا إيد وحدة، نحن كلياتنا منضل أخوة، وإن شاء الله بتخلص أزمة، وإن شاء الله هي خالصة. ليش عم تقولوا ليش؟ ليش عم تقولوا ليش؟ ليش عم تقولوا ليش؟ ما حمنا إلا الجيش، ما حمنا إلا الجيش، ما حمنا إلا الجيش، ما حمنا إلا الجيش. أهلا وسهلا فيكم، بنرحب فيكم هون. نحن أبناء الوطن، أبناء الجيش العربي السوري الواحد، وجاهزين للتضحية في ذا سبيل الوطن وعزته وكرامته. مو بس بالجيش راح تخلص إن شاء الله بمعونة هالشباب، وإيد بإيد إن شاء الله راح تخلص بسرعة. ونحن كمان كشباب سوري منوعدكم إنه نحن نضل على العهد اللي قطعناه على أنفسنا، وراح نضل واقفين بوجه المؤامرة، وبإذن الله إيدي بإيدك سوا نحميها، إيدي بإيدك سوا نحميها. جنود الجيش العربي السوري يقفون هذه الوقفة المشرفة لأجلنا، كي ننعم بالهدوء والسكينة في بيوتنا، وكي تنعم سوريا باستقرارها وأمانها.